وائل ابن حجر الحضرمي أحد ملوك اليمن أو من سلالة الملوك، قدم إلى المدينة مسلما، فالرسول صلى الله عليه وسلم احتفى به فأمر له بقطعة أرض كبيرة، وأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن يذهب معه من أجل أن يعطيه أو يوصله للأرض هذه. كان معاوية فقير شديد الفقر، وهذا على ناقته، فقال معاوية لوائل بن حجر: أردفني معك في الناقة فقد أحرقت الرمضاء قدمي. قال: والله ليس شحا بالناقة، لكن من أنت حتى تركب مع أبناء الملوك؟ ثم مضوا جميعا، فقال: طب أعطني نعليك، الأرض أحرقت قدمي. قال: ليس شحا بالنعل، لكن من أنت حتى تلبس حذاء الملوك؟ ولكن أسمح لك أن تمشي في ظل الناقة. ومشيا جميعا، وتمر الأيام، ويتولى معاوية الملك ويصير هو خليفة المسلمين رضي الله عنه، ويأتي وائل بن حجر إلى الشام وقد جاوز 80 من عمره، فيدخل على معاوية، فلما رآه معاوية نزل من كرسي الملك وأحضر وائل بن حجر ووضعه عليه. وهنا قال وائل متذكرا تلك الأيام: يا ليتني كنت أعلم ما ستؤول إليه، لكنت حملتك على حضني وأنا في الناقة. يا أخي الكريم، يا من توليت منصب من المناصب، أو كلفت بإدارة من الإدارات، أو أعطاك الله منصب أو مال أو إلى آخره، انتبه، لا تأمن الدنيا، فربما هذا الشخص الذي أنت في وجهه يوم من الأيام يكون يوم ما هو مديرك أو مسؤولك، ولا تغتر بالدنيا. أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من كل خلق سيء.